سجلت منصة يونيزن استثمارًا بقيمة 200 مليون دولار لتوسيع نطاق أعمالها ونظامها البيئي. هذا الاستثمار لن يتم تلقيه دفعة واحدة، إنما سيتم دفع جزء في المقابل والباقي على حسب الإنجازات المحققة كما تهدف المنصة إلى جذب أكبر عدد من مستثمري التجزئة والمؤسسات عن طريق العثور على أكثر الصفقات كفاءً من حيث التكلفة وتجميعها عبر CEX. للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا CoinArabNews.com أو عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى.